حاول نعمل ريكاب على ما حدث إلى جماهير الترجي التونسي في رحلتها إلى القاهرة. الكل والعالم الكل شاهد كيف عامل الأمن التونسي الجماهير المصرية، وكيف عاملت هيئة الترجي الرياضي التونسي الجماهير المصرية. وهذا واجب علينا وواجب على الأشقاء أن نعمل أشقائنا هكاك. ولكن للأمانة وبكل روح رياضية، ما حدث لجمهور تونس وجمهور الترجي الرياضي التونسي في القاهرة عيب. ما صار فيه إصابات بليغة، إيقافات بالجملة، تقريبا 4000 مناصر من أحباء الترجي الرياضي التونسي عانوا الويلات خارج ملعب القاهرة الدولي، وحتى 3000 اللي دخلوا وقع رجمهم بقوارير المياه من جماهير الأهلي المصري. والصور شاهد على ما شاهد على ما أقول. هناك يقول على من جماهير الأهلي المصري، على شرذمة معينة من جماهير الأهلي المصري، لأنه علاقة الترجي بالأهلي علاقة كبيرة وطيدة لن تشوبها أي شائبة، وعلاقة جماهير الترجي بجماهير الأهلي علاقة كبيرة وكبيرة جدا. الله يهدي اللي كان سبب في توتير هذه العلاقات، ولكن تأكدوا ما تروا منا كان الخير في تونس، سواء كان في مسابقة إفريقية أو في مسابقة دولية، سواء كان منتخب وطني للسلة لليد للطائرة للقدم، ما تروا منا كانت ترحاب، لأنه هالأرض هذه أرض تأخي، أرض تحابب، وأرض الخير. سعد البيقي، تعليقك على ما حدث لجماهير الترجي تقريبا من 10 صباحا، والناس في 45 درجة حرارة، وكل درج يمنيهم أو مش ندخلوكم. ثم شاهدنا الروايات وشاهدنا تفاعلات تاع جماهير الترجي، لأنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والحاجة الباهية فيها نتعيشك لحظة بلحظة ماذا يجري من عين المكان. والله أنا نحب نسأل السلطات المصرية سؤال يلخص كل شيء. أسألهم لو كان 5000 أو 6000 مناصر هذوما جاءوا من الكيان الصهيوني، هل كانوا سيلقون نفس المعاملة من طرف السلطات المصرية؟ أم أنكم ستحرصون السلطة المصرية والبوليس المصري والمكلف على ألا تمس شعرة من هؤلاء؟ هذا سؤال جاوبونا عليه بكل بساطة. أولا، سوء الاستقبال وغياب الذوق وانحدار الذوق بدا من الاول. انت تعرف قداش عطاو ان تسكر اللي يحكيو تسكر بلاش ولا قداش عطاو؟ 2500 حسب التقديرات. لا اخوي، لا اخوي، برا ثبت عطاو 500 تذكره بلاش فقط، 500 و2000 شريتهم اداره الترجي، وشريت 2000 لانه عطاو كان 2000، حبت تشري الناس كل اداره الترجي، عطاو كان 2000. وفوق هذا سي فريد بيعطيونا قيشي ونحطوا فيه تساكر خلينا نبيعوا للمنظم. لا، ما نجموش لوجيستير، ما نجموش نعطيكم قيشي. من 2000 تذكره وهاتوا فلوسهم وبرا فرقوا، عطاوك 500 تذكره فقط على حساب المصاروه اللي جات لتونس. انت كي جيت 500، انت كي جيت 500 مليون راه مش ندخلك انا في تونس. احنا مشينا في مبدا انك انت كي تجيب حذايا تفضل بلاش، المعامله بالمثل، تفضل بلاش وباستضافه بما فيها من حاجيات متفرج باش يدخل استاد وما يلزمه من ماء ومن كذا في امور منظمه. اللي جاوا الكل دخلوا بالباسبور وما غير تذكره. انت عطيتني 500 با زادوا تمزاو برا، وهذه باش يفهموها زاد جمهور الترجي عن حكايه البنات اللي قالوا كيفاش البنات قبلنا احنا، ولن راهو ما عندناش قضيه بنات قبلنا ولاد قبلنا، بنات ولاد احنا كنا عندنا نفس الحقوق، ولكن راهو النساء والاطفال الصغار اللي هما كعبات عشرات دخلوهم بلاش هذوك. الامن المصري بجلوهم، بارك الله فيهم، بجلوهم عاملهم زي كبيره معناها، فهمت؟ بجلوهم. هلول عطاوك 500 تذكره فقط، معناها من المان حطك في مشكله باش انت تكون ديستابيليزي توتالمون. سي عبد الباقي نتفاعل معك، تفضل. واضح اكيد معلوماتك متاكد اللي ثابته ومعلوماتك تستقيها من مصدر المعلومه، ولكن عندما ينزل الترجي التونسي بيان ليله المباراه اقتنينا كل التذاكر، وما يحطليش رقم، وما يحطليش رقم الممكن، ما حطليش رقم، هي 2000 يقول ليش نيه الممكن هو ولا 2000 عطاهم. يا خالد راهو ثم مراوغه كل الجمهور. يا سعد البيقي ثم مراوغات من 10 نتاع الصباح للمرعى. يا خالد ثم مراوغات صارت من طرفهم ومن طرف المصاروه. يا ودي انه يديستابيليزيك، راهي داخله في استراتيجية دي ماتش كل يلزمني ندخلك بعضك نعركك في بعضك. يوتر على الاول عطاو طمأنه بنوا يا خويا بالفلوس وتفضلوا خذوا شو تحب بعد هذاك 2000.
جاك على دينير مينوت اعطاك 2000 وزيد نعطيك حاجه، تعملت لجنه فيها 10 من الناس من الترجي بممثلي الاحباء ومجموعات، واعطاهم بجوات للتنسيق مع الامن على عمليه دخول جمهور الترجي للملعب، ومشاو تفقدوا استاد واحد لكل شيء. بعد جاء مد لك 2000 قال لك ثم كان 2000. يا ولدي اداره الترجي كانت مستعده، قداش ثمن نسبه 10000 مكشخ كانت مستعده تشري 10000 تذكره، هات خلينا ندخلوا الناس والناس تدخل في امنه. ثم والله لو كان انا لقيت استاد مليان بعد نقول صح، هلا غالب الاولويه المصريين خويا ما متفاهمين، ماتش في بلادك واولويه ليك تشجع فريقك باش تربح. اما كي نلقى انا للايتاج الفوقاني الكل فارغ، معناها شماتة ولات، معناها ثم مكان كان يجي متحط فيه ويتوفر فيه الامن المطلوب باش تعمل معناها تفرقه بينه وبين جمهور الاهلي، كان ثم امكانيه باش جيت تستوعب على الاقل 4000 محب. هذي ما عملوش، وهذا يا اخي اول مره هما يعاملوا الجمهور التونسي يا اخي 2007 جمهور النجم معناش غادي في القاهره، ما روحتش عباد مضروبه وروحت كذا اول مره، الجمهور الافريقي كذلك في حديث ابو جلبيه